60% من المنازل دمرت أو تضررت، وبالتالي من الواضح أنهما من حماية للمدنيين في غزة، وبأنهما من حماية من مخاطر النزاع المسلح هناك يجب أن يلجأوا إلى مكان آخر. بعض الفلسطينيين في غزة غادروا إلى عبر مصر، والبعض الآخر يحاول اعتماد هذا المسار. ومن الممكن أن نذكر بأن كل من الأشخاص المشردين من غزة يجب أن يمنحوا الحق في العودة الطوعية وفقا القانون الدولي. وأتطرق الآن إلى الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي والتي أبدت جليا فظاعة هذا النزاع الذي يفتقر إلى الضمير. فالقصف الإسرائيلي المكثف، العمليات البرية والاقتتال ما بين القوات الإسرائيلية وجماعات المسلحة الفلسطينية تواصل في ربوع قطاع غزة، مما أسقط العديد أو المئات من الضحايا والوفيات. ولا تزال أفاق العملية العسكرية في رفح في الآفاق، وتبعات ذلك ستكون جسيمة. في الأول من نيسان أبريل انسحبت القوات الإسرائيلية من مجمع الشفاء الطبي المحاصر في مدينة غزة، وكشف ذلك على أن المستشفى والعديد من البلدان المجاورة السكنية دمرت تقريبا بالكامل. ولم تصل الأمم المتحدة وشركائها إلا اليوم إلى هذه المنشأة بعد طلبات متكررة وجهت بالرفض للمساعدة على مد يد العون مرضى وتقييم الاحتياجات الميدانية. وقد كانت الشفا أكبر مستشفى في غزة، خدمت من قبل 250 ألف شخص. وخسارة هذه المستشفى في المنظومة الصحية لها تبعات عديدة، لسيما مع الزيادة القاسية في الاحتياجات الطبية. وفي نفس اليوم شهدنا قتل عاملين في المجال الإنساني من المطبخ المركزي العالمي في هجمات جوية إسرائيلية متعددة على قوافلهم، وكانوا يحاولون تفريغ حمولة مساعدات أكثر من 100 طن من الإمدادات الإنسانية التي تنقذ الحيوات من مركزهم في دير البلح أو المستودع. وقد أبلغوا الجيش الإسرائيلي بتحركاتهم، ونتقدم بخالص التعازي لعائلتي وأصدقائي هؤلاء الأشخاص الذين يتسمون بالشجاعة، فهم يساعدون البشر في وقت الحاجة. وللأسف لا يمكن أن نقول أنها حادثة قائمة بذاتها خلال هذا النزاع، فهؤلاء الأشخاص ينضموا إلى قائمة تشتمل على 220 من الزملاء العاملين في المجال الإنساني قتلوا، منهم 179 من العاملين في الأمم المتحدة وعائلاتهم. و يثورنا بلغ القلق بسبب هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الذي نشهده، والدعاءات بهذه الانتهاكات الجسيمة يجب أن تخضع للتحقيق ويجب مقاداة المشتبه بهم. ويمكن لكافة الأعضاء وعليهم أن يعولوا على تأثيرهم لمنع هذه الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي من خلال الضغط الدبلوماسي والاقتصادي ووضع قيود على تصدير الأسلحة تعتمد على الامتثال بسيادة بالقواعد الخاصة بالحرب والتعاون لمكافحة الإفلات من العقاب. وحوادث الأول من نيسان إبريل لم تكن كارثة واحدة تمس فقط العاملين في World Central Kitchen الذين قتلوا عائلات وأصدقائهم، وإنما هي كارثة على شعب غزة برمته. فالافتقار إلى الحماية للبعثات التي تقدم المساعدة دفعت هذه المنظمة وما لا يقل عن منظمة أخرى وهي أنارا، منظمة غير حكومية، لتعليق عملياتهم. وقدمت المنظمتان مئات المساعدة لمئات الآلاف من الناس في غزة، ووفرت لهم الغذاء كل أسبوع، وبالتالي لا نعرف متى ستستأنف هذه العمليات. يأتي ذلك في ظل أزمة انعدام أمن غذائي غير مسبوقة تشهدها غزة، والتي أصبحت على حافة المجاعد، لم تكن بالفعل سقطت في أهوائها. وفي خلال غزة نشهد شح في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى انتشار المرض وسوء تغذية حاد، لاسيما بين النساء والأطفال. وفي شمال غزة أبلغت اليونيسف بأن 1 من كل 6 أطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وحوالي 3% يواجهون أشكال عدة من الهزال الذي يتطلب العلاج الفوري، وما لا يقل عن 31 شخص، ما في ذلك 28 طفل، يعتقد أنهم ماتوا من الجوع في الأسابيع الماضية. وهو وضع يتطلب العمل المتضافر الآن، الانتظار حتى نصل إلى تصنيف المجاعة بشكل رجعي لا يمكن أن يكون مقبولا. وعلى الرغم من المخاطر سيدتي الرئيسة، إلا أن العاملين في مجال المساعدات واصلوا جهودهم لتوصيل المساعدات إلى شعب غزة من خلال كافة الوسائل المتاحة، يشمل ذلك على توزيع الغذاء والمياه والمواد الطبية والمواد غير الغذائية
الوقود والإجلاء الطبي في الأسبوع الماضي، وصلت الأمم المتحدة وشركائها لحوالي 550 ألف شخص من خلال توفير المساعدات الغذائية، إلا أن 4% منها فقط وصلت إلى مدينة غزة وشمالها. تواصل وكالة الغوث أنروا تقديم وإدارة 7 مراكز رعاية صحية توفر الرعاية ل 23 ألف شخص يوميا، وقامت بإدارة 53 ألف عملية تلقيح منذ بداية الحرب. ولكن وجب التأكيد على أن نطاق المساعدات ومداها غير كاف على الإطلاق، لاسيما ما يصل منه إلى شعب غزة. والعقبة الرئيسية أينما كانت طريقة توصيل الغذاء هي قدرتنا على توزيعه داخل غزة ولاسيما إلى شمالها. وهناك عنصر مقيد بشكل خطير، ألا هو أن وكالة أنروا وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية غير مسموح لها بالعمل في شمال غزة. فإذا ما ورغبنا عن حق في التصدي لهذه المجاعة ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي لا يقبله ضمير في غزة، فينبغي على وكالة الأنروا وكافة المنظمات الإنسانية الحيادية أن يسمح لها بالوصول الآمن والسريع وغير المعوق لكافة المدنيين الذين يحتاجون إليها. فبكل بساطة، ما من بديل عن الخدمات التي تقدمها وكالة الأنروا. وأحد المآسي المؤسفة للحظة الفارقة التي سنشهدها يوم الأحد هو أن ذلك لن يمثل نهاية للقتل والدمار والمعاناة الإنسانية التي استمرت على مدار 6 أشهر، ولن يأتي بنهاية للمأساة التي يعيشها المحتجزين وعائلاتهم. على الرغم من الالتزامات الواضحة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وعلى الرغم من الأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الفاعلة والضرورية لضمان وصول الخدمات الأساسية بدون تأخير وبدون عقبات بشكل واسع النطاق وشكل طارئ وتوفير المساعدات الإنسانية. ويأتي ذلك أيضا على الرغم من إقرار المجلس بالحجر لتوسيع نطاق تدفق المساعدات داخل غزة وإليها، وعلى الرغم من قرار صادر عن المجلس يطالب بوقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان. لا يمكن أن نسمح بهذه المأساة أن تستمر. يجب إطلاق سراح كافة الرهائن ومعالجتهم بشكل إنساني. وبالمثل يحتاج شعب غزة للامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. نحتاج للامتثال بقرارة هذه المجلس، والأهم من ذلك نحتاج لإنهاء هذه الحرب المدمرة.